افصح. ايش في؟ في طلبية جديدة. تعال شوف الكمية صارت دبل بالغلط. مع الآن شكلي كذا كأني حرامي كذا متخفي وبالنظارة، بس أنا الآن من وسط الصالة عشان أقول لكم إنه الآن طالعين كذا فجأة أهلي كذا في الظهر، أهلي قالوا يلا بنطلع. قلت فين؟ بنطلع السينما. ما أدري إيش جوهم سينما في الظهر، بس يلا خلاص ما أقول لي عشان أنا طفشانة يعني. تسلك المقدمة بسرعة بسرعة، وأهلي ورايش كذا. أنا مستحية أتكلم شوية، فيلا على السيارة. شو نستحي؟ بوريكم الشنطة اللي اشتريتها أول على قولة بابا من جيسس من قاس، لما نسيت لكم هذاك حق الفيديو حق شو اسمه. واو اوكي يلا على السيارة. عن حاسة الغرفة قبل كل طلعة معتادة يعني، شوف كيف. ييي بغيت انسى الجلاس حقي، خليني اخذه. يلا الآن مرحلة اختيار المطاعم. مستشفى، ناكل مستشفى؟ استغفر الله. أبل بيز مندي وورلد. الله شريم فايبز. أنا أكلم من مين؟ أكلم من الدار بالضبط. خلاص ما راح أدور المطاعم، ما يردوا علي. وصلنا بندخل هذا المطعم. ما في شرط. جايز وقع الاختيار على مطعم جاوي. يلا الحين بنختار ايش بناخذ. جايز مين قد جرب اكل الجاوي؟ اللي ما قد جرب فات نص حياته. اكل رهيب والله العظيم. المنيو كذا كانه مطويه صراحه. انا ما قاعد اختار شيء، فبستنى اهلي يختاروا واكل معاهم يعني، عشان صراحه ما ادري ايش اخذ. هذا هو الكرومبو. مرة طعم، مرة 10 من 10 إبداع. شوفوا هذا مرة يضحك يا قرد. حتى هناك في قرد ثاني، شوفوا في قرود كثير في المطعم. وصلنا البوابة. الباب فين؟ ما احنا عندنا عقدة من المواقف، لازم نصور الرقم هذا. كل مرة نجي ننسى رقم الموقف حقنا، عشان كذا لازم نصور. كرم جايب معاه الحاف. خير رايح تنفسر معي انت ولا ايش؟ ما قلت نكتة انا. انقلع. شوفوا السينما فوق. صدق؟ اي صدق. يلا 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 بسرعة 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 بسرعة. ترى انت عرفت انا اروح من درج لدرج. بابا طاح على مقطع ما كنا عند الدرج، كل ما اسولف سالفه يقول لي ما كنا عند الدرج. بابا اتصلت سنداتها متاخر مره عشان كذا فهمتوا. اوكي خلاص وصلنا برضه. هنطلع الدرج للمره البنيهون. خلاص هضمنا كل الاكل ما شاء الله. اي احد بيدخل سيما يكون فاضي. تعال العصر والظهر. شوف كرم فطته حيوان ما يوقف سرعة. اصلا في سرعة يعني ما لي شاكي صار. نقطع تذاكر عشان ندخل نختار اماكننا. هذا اللي فوق. لا هنا بالجنب. خلاص هنا. اي طبعا شكلي كذا كان مجنونة صراحة وانا امشي في السينما ولابسة نظارة شمسية، بس ما بفسخ النظارة. فيلمنا حيبدأ الساعة، متى يبدأ الفيلم؟ الساعة 4:10. أوكي سحب علي بابا ما رد عليه، بس 4:10 دقايق حيبدأ الفيلم، والآن الساعة 3:30. فبروح نصلي
وخلاص امورنا ونجي ندخل القاعة السينما. يلا حرام الا والا بشر سلاش ابشر سلاش ايش ديو سلاش ديو طيب لا بتنافخ كرم مصقوع راح بدون ما يختار ايش المصاص فخلاص انا راح اختار له لون اخضر على نفس لون المشروب وهذا هو الديو اللون الاخضر يلا هنا المصاص يطالع بالرجال يطالع بالرجال يبغى مصاص ايش هذه الحركه دق 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 بيا يلا خلينا نوريهم خلينا نوريهم يلا بسرعه كذاب واضح واضح وجهه يلا دق والله ابدع 10 من 10 ما راح اخلصه هاي دق يلا بسم الله طبعا داخلين ال VIP امزح يما شو الحرمة شافتني داخلين حق الناس الطبيعيين اول شي بنصلي الصلاة اولا فين مصلى؟ هنا؟ فين مصلى؟ ما في مصلى بسم الله الرحمن الرحيم يا حرام خلاص خلاص بخرج 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 احنا شوف كيف جالسين هنا طيب قدام الشاشة حق السينما قاعدين نستنى العمال يخلصوا التنظيف عشان نخش هذا الشاي مستقعد العمال خش يلا بسم الله الرحمن الرحيم يما كرم دخل مسوي راعي مواجيب دخل يقول السلام عليكم ما في ولا احد الا كائن معانا شكل حتى هذا مستقعد العمال تخيل انت ايش تلعب سوني كذا يلا بسم الله كرم حاطينه قدام الشاشه خير خيرنا والله رقبتي تنكسر ما ابغى ما ابغى ابغى فوق ابغى فوق طلع يسوي لي مقلب مو هنا من الجسم بس انا شوفوا لسه في مكانه الان ننتظر الفيلم يبدا بس ما في احد في القاعه غير احنا وشخصين ليش بحط الفشار فوق يعني ما عاد حياكل غيري تخيلوا انكب والله متفجر راسي والله تفقعني والله حفقعك تقولي والله حفقعك يلا ماما متى بدا الفيلم؟ انا فاضي ماما 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 هات كيس فاضي وروح لا ارجع تمص طبعا هذا فيلم عائلي ما في بالسينما الا احنا عشان كذا ماما قاعده تسفل فينا شوف ماما توزعي الفشار في كيس وهي تاخذ العلبه خير والله على 5 ريال والله تبين انا وكرم ما يبان يشرب معاه ايش العائلة شكرا شكرا ما تقصر هم شاطتني يعني ماما تقول انا هنا عشان برستيج شوفوا كرم اشرب بسرعة عشان ما نشرب معاه يبغى يخلص خلاص يا اخي لا سكر فمك لا ايش في؟ قلت سكر فمك طيب قلت سكر فمك ما هي سبة ترى ماما خلاص ماما الفشار طعم بجبنة اخ مو طعم نبشيتس نبشيتس مو طعم بدل الفيلم بدل الفيلم يلا صح وانت هتحافظ عليه وهتعلم حرام يعني نصنف شكرا كيف يجري خلصنا الفيلم كيف حالك محمد الحمد لله الحمد لله كيفك الفيلم سبعة ستة من ترى على اساس ندخل اللي قبل حق مندوب الليل بس معانا كرم الطفل عشان كذا ما دخلونا العله خلاص خلصنا سينما وقت الشوبينج ما في اي شوبينج في الموضوع بس بنتفرج على اشياء بسرعه ونمشي تخيل شفنا ناس مشين كذا اشياء عروض جينا بنشوف اعطونا كيس فاضي تشتري بس ايش الفايده اعطيني كيس فاضي احس فيه هديه ما ابغى ارجع رجع تعال يلا من جاي انا
لو طحت بس نفسي ما اعرفك ترى. يلا شوف يلا الحين بلعب بسم الله الرحمن الرحيم. ترى والله انا عارف العب سكيت. شوف شوف قرب شوف قرب الحين حيطيح. كيف امشي؟ اخر اخر تعرف لا؟ اكيد اعرف لا، لو ما اعرف لا كيف كبير هذا. يوم المغامرة الجبال الشمال، فيلا بإذن الله يوم الناس الناس. صباح الخير من اليوم الثاني. تخيلوا أمس من بعد ما خرجنا من السينما بس كنا نلفلف في أماكن بدنا رجعنا بيت على طول، يعني تخيلوا ما رحنا يعني لا بحر ولا شيء، كان يوم متعب مرة كان تعب. فالآن صراحة أنا جيعانة أحس كما مستحية طالع في الكاميرا عشان كذا قاعدة طالع كذا. إيش قلت؟ بسوي اندومي معاكم. يلا محتارة اسوي واحد ولا اثنين، اخاف اسوي واحد واكون جيعان لسه بسوي واحد ثاني ويكون طعم، اخاف اسوي اثنين ويطلع خايس. خلاص اثنين يا جماعة انقذوني، الكمية صارت دبل بالغلط، والله بالغلط صار كثير. جايز شوفوا عندي طلبية جديدة، ف هذه العباية وصلتني، فيلا خلينا نفكها مع بعض ونشوف ونقيسها. يلا ما باي شوف كيف. طبعا العباية هذه من براند ميلارا. ايوه تذكرت الاسم معلش. عاشب عندنا اول شيء مكتوب جيت شو جيت مي. اوكي عشان اصور اللي تجوز معاي اعطتني هذه. بنات مره كيوت، خلينا نشوف هنا. حلو. لا مو هذا، مو كره اهداء. حاطت لك طريقه التغسيل هنا. طب هنا لو بتغسلوا تغسلوا غسيل جاف، فهمتوا؟ عشان يعني ما تروح العبايه فيها. شوفوا بنات هذه هي طريقة التغسيل، حطتها انه لازم تغسلوا غسل جاف وما تستخدموا مجفف حراري عشان لا تنعدم العباية. الباكجينج صراحة رهيب رهيب. وهنا كرت، والله حلو والله مرة حلو. شوف طيب بلبسها واجيكم. يلا بنات شوفوا العباية، شوفوا كيف العباية اصلا. بنات مرة جن العباية مرة. شوفوا هنا اللوجو حق اسم البراند. بنات شوفوا العباية، شوفوا مرة حلوة. وبس جايز كذا خلصنا فلوق اليوم، اتمنى يكون عجبكم وأشوفكم في الفلوق الجاي. أحبكم مرة أحبكم.